عسلامة. تابعت البارح على الفيسبوك وفي الأخبار في تونس المئات الآلاف اللي خرجوا واللي معناتها جالوا شوارع تونس كلها واللي جاوا من كل منطقة، وشفت كان العلم التونسي رفرف. الحقيقة معناتها ما نكذبش عليكم، فرحت يعني ياسر، رغم اللي حتى لتوا مانيش متأكد اللي هذه التحركات يمكن ان تسقط الترويكا وتسقط الحكومة. رغم اللي بن جعفر خرج وقال انه يعطل المجلس التأسيسي وطلب من المعارضة كلها انها تشارك في الحوار، وهذا طلب مرفوض ونتمنى المعارضة ما تقبلش به اصلا، على خاطر تعرف النهضة ما معهاش حوار، حتى ولو تتحاور معاها وحتى لو تقدم تنازلات راهي باش تعاود ترجع لها، خاطر عندها برنامج مسطر، فهمت؟ عندها برنامج في مخها لازمها تسير عليه. كان عامله التراجعات الان راهي باش تعاود ترجع لهم بعد. انا رغم اللي قلت معناتها واكدت ان المعارضه لا اسلوبها في العمل ولا طريقتها معناتها ما يعجبنيش، لكن نفضل 100 مره المعارضه على الترويكا وعلى النهضه بالذات. علاش؟ على خاطر النهضه معناتها مستحيل تحكي معاه، بينما المعارضة تنجم توصل معاها الحل على خاطر تستخدم العقل على الأقل هي وتشوف مصلحة تونس نسبيا. ومش يعني سقوط النهضة ولا سقوط الترويكا والمعارضة تجي يعني أكهو كل شيء وفاء، لا، المعركة مازالت طويلة، خاطر النهضة مش باش تسكت أول شيء، وعندها أنصارها وعندها قاعدتها الشعبية. وحاجة أخرى، الأشخاص الأحرار في تونس اللي يؤمنوا بحرية وديمقراطية حقيقية، فهمت؟ مش جيبوا لي جماعة زيتونة وخطبة وصلاة العيد ومعناتها أنا ذاك الشيء. الحقيقة رغم إني أنا تونسي أب عن جد تونسي، فهمت؟ ما نتمناش تونس هكاك، ما حاجتيش بها باش ترجع أنا تونس، فهمت؟ كيما عهد بن علي ولا كيما عهد بورقيبة. مع احترامي لبورقيبة، يعني بورقيبة عمل حاجات كبيرة، لكن ديما نلوم ونقول بورقيبة حقه عمل أكثر. يعني اللي عملوا بورقيبة راه في الحقيقة معناتها صحيح هما يتهموه بالكفر، لا، بورقيبة ماهوش كافر. بورقيبة تنويري، تبع فكر، فهمت؟ الفكر التنويري، الفكر المتطور الإسلامي اللي بعيد على الشريعة وبعيد على احتقار المرأة كل شيء، وطبقه في تونس. نجم نقوله الأسلوب البورقيبي هو الأسلوب الوحيد في العالم العربي، فهمت، اللي يعتبر إسلامي تنويري. أما بن علي ما نحكيوش عليه. بن علي أنا رجع له السبب نتاع ظهور السلفية والوهابية عندما تقرب من السعودية ودول الخليج، يعني هو السبب اللي احنا فيه توا. صحيح هو كان يضرب النهضة، ولكن كان يسمح للسلفيين باش يتحركوا والوهابية، فهمت؟ وزعما تبنى الإسلام، هو زعما مسلم باش يصحح. المهم أنا مانيش باش نطول المرة هذه، على خاطر باش نمشي نرتاح شوية، فهمت؟ نهارين ثلاثة، لا مش بمناسبة العيد، لا ما عندها حتى دخل بمناسبة العيد. أما هنا حبيت نقول، فما وحود اتصلوا بيا وحكيوا معايا، قالوا لي أنت معناتها تحب تونس، معناتها تحب تطرد الإسلام كومبليتمون من تونس. لا، أنا مانيش ضد الأديان، ومانيش ضد المعتقدات، وما عندي حتى شيء يعني ضد إيديولوجية مهما كانت، فهمت؟ وإنما نرفض أي إيديولوجية تحب تسيطر وتحب تمنع الآخرين، كيما النازية، كيما الإسلاميين، كيما غيره. أنا ما عندي حتى شيء، إنسان كيما قلت ما أعتقدش من مرة يمشي يصلي ولا يصوم، ولكن في نفس الوقت، فهمت، نحب الإنسان اللي ما يصومش عنده الحق ما يصومش، وما يعتبرش معناتها عدم صيامه والإعلان لعدم صيامه، فهمت، تهجم على الصايمين. علاش احنا ما نقولوش اللي حتى الصايم يتهجم على غير الصايمين، ولا اللي يصلي معناتها بصلاته يتهجم على اللي ما يصليوش؟ يا سيدي كل واحد حر، تحب تفطر افطر،
وافطر علنا ما تخبيش، مش لازم نفاق. الاسلام عود، معناته يعود الشخص على النفاق، يقول لك حتى في الاسلام موجود، راهو موجود في الاسلام، يقول لك معناته انا عصيتم فاستتروا، يعني عندك الحق تعصي لكن استتر. يعني معناتها المشكلة بتاع الإسلام يقول لك باهي تحب تكفر أكفر مش مشكلة، أما ما تعلنش كفرك. علاش ما نعلنش كفر؟ علاش ما نعلنش إني أنا ما عادش نؤمن بالإسلام؟ علاش ما نعلنش إني أنا مانيش مانيش صايم، أنا فاطر؟ أنت صحيح يمكن مثلا حكاية الدخان حتى في الإفطار واحد ساعات يقلق الآخرين بالدخان، دي أنا معاها الحكاية. فهمت؟ معناتها لا في رمضان لا غير رمضان الانسان ما يجيش يتكيف في بلاصه عامه، ما تجيش يتكيف يبعد عن الناس خاطر فما عباد يتقلقوا من الدخان. ولكن انا كي نشد كسكروت ولا نشرب شريبه ماء اش قلقهم؟ اذا عاد في المساله هذه قالوا لي لو انت تونس مسلمه وما مسلمه مو مسلمه وحكايتها بك، فهمت؟ انت انسان معناتها تسمى ملحد متطرف. اي نجم نقول وي صحيح انا ملحد متطرف، نعترف اني ملحد متطرف، لكن انا مانيش متطرف بالارهاب اول حاجه، ومانيش متطرف بالفكر ثاني حاجه، انا متطرف من اجل الحريه، الحريه للجميع مهما كان. انا متطرف صحيح، متطرف خاطر نحب العبد اللي ما يصومش، فهمت؟ ما يخافش، عنده الحق يقول انا مانيش صايم، والعبد اللي مش مسلم عنده الحق يقول انا مانيش مسلم، والعبد اليهودي في تونس تونسي يقول انا مانيش مسلم، انا يهودي، انا مسيحي، انا اباضي، انا بهائي، انا رباني، اللي تحب يعني عنده الحق يقول، مش لازم يخبي ويقول انه مسلم وهو في الحقيقه ماهوش مسلم. خاطر باش يقعد معناتها باش نقعدوا ديما معناتها دولة تونس دولة اسلامية 99%. اسلامية باش اسلامية. اذا هوني منا كما قلت انا اليوم ما نحبش نطول ياسر، غير معناتها كلمة قبل ما نمشي، واحد تعب شوية ونشوف اللي يوقع في تونس، رغم اللي كما قلت شيء يفرح 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 لا ياسر، لكن نتمنى من المعارضة كان توصل تضغط وتسقط هالترويكا، رغم اني ديما نقول اللي انا شاكك ما غير تدخل الجيش. معناتها نتمنى ان اول حاجه يعملها، اول حاجه ما يتناقش مع النهضه وما يتحالفش معاها وما فما حتى حوار معاها. ثاني شيء كان باش يتكد مجلس وطني ولا مجلس انقاذ ولا واحد، تكون النهضه ماهيش فيها ويتم حل حزب النهضه ومنع كل الاحزاب على صفه دينية ولا عرقية، نفس الشيء بالنسبة لي الدين والعرق حاجات معناتها ما لازمش يقوموا، معناتها لازم تقوم الأحزاب على أفكار إيديولوجية سياسية مهما كانت. ونتمنى أن الدستور التونسي كان باش يتكتب، ما نعرف وإحنا نعرف الدولة الديمقراطية هي اللي تحمي بالقانون وبالدستور حقوق الأقليات وتعطيهم الحق الكامل. ما دام ما فماش حماية للأقليات مهما كانت الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية والدينية، راهو دستور يعتبر ماهوش دستور ديمقراطي. لازم في الدستور يكون مكتوب كما نقولوا بالفرنسي نوار سور بلون، نوار سور بلون، اللي حقوقهم محفوظة. مادام ما فماش دستور بهذه الصفة، مش معناتها تعمل لي بند في الدستور معناتها الحرية للجميع وكاو، ما غير ما تبين بالضبط حق الردة، حق خروج من الإسلام، هذا حاجة مهمة جدا لازم تكتب في الدستور. حق الإنسان يختار جنسه، إنسان يحب يكون اوموسيكسويل، امراه تحب تكون اوموسيكسويل، كل هذه الامور لازمها تكون واضحه في الدستور وتحميها بالدستور، واللي يتعدى عليهم بلفظ ولا بسب ولا بقذف يعاقب قانونيا. مادام
ما وصلناش الدستور بهذه الطريقة. فما جماعة من المعارضة يقولوا لي مو بشوية 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 بشوية، يعني معناتها توا خلينا نطيحوا النهضة ومن بعد توا نحطوا دستور هكاك ومن بعد بشوية بشوية. باهي معناتها النجم أنا معناتها نقول أوكي بشوية بشوية أوكي، ولكن لازم هذا يكون موجود في الحسبان، لازم يكون مبرمج يعني الأحزاب هذه باش هذه الأمور تتحقق في تونس بعد سنوات، باش تونس توصل لبر الأمان وتوصل للحرية، الحرية الحقيقية، والتوانسة وينحيوا هذه فكرة الأمة العربية والأمة الإسلامية ولا الغمة الإسلامية ولا حاجة. فكروا في تونس، تونس حدود تونس أكهو، غير تونس انساو. واحد يقول لك حتى فما قولة معناتها يمكن حتى في الإسلام كما قلت لكم أنا ناخذ من الإسلام حاجة، إن الله ما يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا ودي غيروا تونس ساعة، أول حاجة تونس هي الأساسية، فهمت؟ ما دام ما غيرتوش تونس ما تفكروش في الباقي. احنا ما يهمنا لا في الفلسطينيين ولا يهمنا لا في المصريين ولا يهمنا في حتى حد، احنا اول حاجه تونس، من بعد تجي في المرتبه الثانيه جيراننا اللي هي الجزائر وليبيا، فهمت؟ يعني معناتها نقعدوا في حدودنا. نتمنى نشوفوا الايامات القادمه شنو باش يحصل. كما قلت لكم رغم اني انا مازلت نشك 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 ان باش يحصل حاجه، رغم الخروج الهائل وكل شيء، والأجواء الفرحة والعلم التونسي اللي معناتها هو الوحيد المرفرف، يعني هذا لازم يكون في تونس، العلم التونسي هو الوحيد اللي رفرف، ما فماش علم ماخر، أي علم ماخر غير العلم التونسي لا. ونتمنى معناتها اللي الشعب التونسي حتى من غير تدخل الجيش يوصل لنتيجة ويعمل معجزة، رغم اللي كيما نقولوا احنا الشعوب ديما تعمل معجزات، وما نحبش نثبت ولا معناتها نشكك ياسر، لكن نتبعوا الأحداث ونشوفوا الأمور فين باش توصل الأيامات القادمة، رغم اللي هما قالوا باش يعملوا صلاة العيد في نواحي بارد وجابوا جماعة الزيتونة وكل شيء. باهي نشوفوا احنا فين باش توصل الحكاية هذه في الأخر، خاطر معناتها نقول انا معناتها نجاح المعارضة هي ليس نهاية المرحلة وإنما بداية جديدة، باش واحد يعمل من أجل تونس، تونس حرة مستقلة. وبسلامة ومع فيديو قادم.